طبعا سيبكم من ان الاثنين اكدوا ان الكبده بلدي، الجزارين الاثنين اللي احنا رحنا لهم، الكبده بلدي اه بلدي، دي حاجه خلاص حفظناها بعد اللي شفناه في السويس، وبعد كده شفناه هو في اسكندريه. المهم عندي دلوقتي التحليل اللي طلعته وزاره الزراعه، قال ايه عن الكبده اللي اشتريناها من الدقي؟ قال ان الكبده دي اللي اشتريناها من اكبر جزارات في مصر على انها بلدي مهرمنه، وبالتحديد فيها هرمون اسمه الريكتوبامين. ورقه التحليل قدامنا اهي، ورقه التحليل دي فيها معلومات مباشره وغير مباشره، اهمها ختم النسر اللي تحت ده. وزاره الزراعه بتقول ان الكبده اللي موجوده في السوق فيها هرمون اسمه الريكتوبامين بتاريخ كام؟ بتاريخ 4 نوفمبر 2017. دي المعلومات المباشره. المعلومات الغير مباشره ان احنا ما بنصدقش اي حاجه تتقال لنا. دكتور لطفي قال في مصر كدبه مهرمنه، وروحوا حللوا، رحنا حللنا لقينا كلامه صح. دلوقتي انا محتاجه اعرف ايه هو الريكتوبامين؟ وهل هو مسموح بدخوله مصر؟ مادة الريكتوبامين احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، هو عقار بيطري، وانا بحط تحت بيطري مليون خط لانه لا يستخدم الا في حقن الحيوانات. دكتور احمد عبد الكريم كلم من الهيئه العامه للخدمات البيطريه، خاطب الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات في 27/8/2017 بتجديد طلبه لفحص جميع المنتجات المستورده اللي هي لحوم، كبده، قلوب، كلاوي، تضمين الفحص ضد ماده الريكتوبامين. فكانت المصيبه الكبيره والرد بتاعهم اللي انا يعني بعتبره كارثه الكوارث كلها، اصدرت الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، دي لجنه التظلمات ردت علينا احنا في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، اصدرت قرارها وتعليماتها لجميع اداراتها المختلفه يتم فحص ماده الريكتوبامين في جميع رسائل اللحوم، الكبده، الكلاوي، القلوب المستورده من البرازيل، كوريا الجنوبية، اليابان، أمريكا، هي دي الدول اللي انديكيتد قوي إنها بتستخدم المادة دي. بالمعامل المركزية، بصي حضرتك بقى يا أستاذة منى، المعامل المركزية بوزارة الصحة على أن يتم التنويه عن ذلك في الأورنيك المعملي المرسل لوزارة الصحة فقط. أنت إزاي بتجبرني كجهة مستوردة أو كجهة رقابية، كجهتين يعني جهة مستوردة وجهة رقابية، إن أنا أفحص مادة ومستحضر بيطري لا يتم حقنه إلا في أجساد الحيوانات في معامل وزارة الصحة، وتهمل تماما المعمل المركزي لمعهد بحوث صحة الحيوان؟ بالنسبة للناس ده ما يهمهمش، طالما إن لا يهمهم. أنا هقول لحضرتك، قصدك إن معامل وزارة الصحة ما عندهاش الآلية اللي تكتشف بيها هذه المادة؟ هو مش بس ما عندهاش الآلية، عندها الآلية، لكن رقم واحد معامل وزارة الصحة عشان تطلع لي نتيجة ما بتقعدش أقل من 3-4 شهور عشان تطلع النتيجة. إزاي أساساً هتقعد الرسالة المدة دي كلها، وهتقعد فين، ومين اللي هيدفع فلوس تخزينها في حين إنها بتقعد 3-4 شهور والكبدة كلها صلاحيتها 6 شهور؟ طب إزاي؟ يبقى معنى كده إن الرسائل دي هتتسرب جوه البلد لحد ما تبقى تظهر نتيجة العينات، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا عندي معمل مرجعي متخصص في الفحص اللحوم، وخاصة أنا بتكلم عن عقار بيطري لا يتم كشفه إلا في معامل متخصصة المفروض. رقم ثلاثة، أنا عندي قضايا كتير جدا وهستنى حضرتك تعرضيها على الشاشة لأن أنا جايبة صورها من تقارير خاصة بمعامل وزارة الصحة، أنا بعتبرها بصراحة تهريج، ومن أماكن أنا حررت فيها ضبطيات وزمايلي حرروا فيها ضبطيات. عايزاكي حضرتك تعرضي الصور بتاعة الأماكن اللي حررنا فيها ضبطيات وتقرير معمل وزارة الصحة اللي بيقول العينات مطابقة للمواصفات. يعني أنا بعتبره كارثة لما يكون عندي قضية كانت قضية رأي عام السنة اللي فاتت للشاب اللي أكل من مصمت في البدرشين ودخل مستشفى الحميات وبقى يكتب يا عيني أسبوع بيموت في المستشفى وبيكتب محدش ياكل من مصمت كذا، محدش يدخل مستشفى كذا، أنا بموت، ومات فعلا. عشان كل كبدة، كل اللي هو اللي بنسميه الحلويات بقى، الكبدة والقلوب والكلام الكلام ده، والولد مات اتوفى فعلا. فالقضية دي كانت عاملة رأي عام السنة اللي فاتت، وحبيت ان انا انزل المصمت ده اشوف فيه ايه. انا اجيب لحضرتك الصور تشوفي المعزل. We'll be right back.
تقارير من المفتش الصحة اللي في البدرشين بيقول لي منبار كبدة قلوب كلاوي مطية مطابقة للمواصفات. طب أنا عايزة حضرتك تحكمي والمشاهد يحكم لما تعرضي الصور دي وتعرضي التقارير دي. انت سيادتك لا نزلت ولا فتشت ولا دخلت جوه، ده انت لو دخلت جوه العشه دي، لان هي بالفعل عامله زي العشه، لو دخلتها هتغلقها مش هتاخد عينات. يعني انا حتى كتبت وقلت يا جماعه ده خد العينات بقى على القهوه، ده ما راحش المكان. ازاي انا اثق في تحاليل زي دي؟ جزئيه سحب العينات دي مصيبه كبيره جدا جدا جدا، وانا اتكلمت عنها، لانه كل واحد صاحب مكان بحضرتك بتحرري عنده ضبطيه يطلع يقول لك ما دي ما سحبتش عينات. يا فندم سحب العينات له قواعد، انا اسحب عينه ازاي من لحمه منتهيه الصلاحيه قدامي؟ اسحب عينه ازاي من لحوم فيها تغيرات في الصفات الطبيعيه، لون وملمس وريحه زباله؟ اسحب ازاي؟ يعني معنى كده ان انا ما بفهمش، مش محتاج عينه. وانا بناشد النائب العام ان يعمم هذا القرار على كل النيابات، لان احنا بنواجه صعوبه، وهو عايزك تسحبي عينه عشان الدنيا تبوظ جوه، عشان الدنيا تبوظ جوه، وعشان تتوه بقى في معامل وزاره الصحه، وعشان وعشان وعشان, وعشان.